استكمالا لمقولة العقل السليم في الجسم السليم، جاءت مبادرة يلا نمشي لتشجيع أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم لممارسة رياضة المشي. صباح الخير استاذ خليل، حابين نشكرك اول شيء على هاي المبادره اللي فعلا يعني نحس فيها يعني معنى من نوع الرياضه، حابين تحكي لنا اكثر عن هاي المبادره. اول شيء انا بشكركم وبشكر التلفزيون الاردني على هذا الاهتمام بقطاع الشباب بشكل عام، ومثل هيك مبادرات شبابيه تطوعيه اللي عم بتشجع الشباب انهم يستمروا بهذا العمل التطوعي ليخدم. احنا مبادره او جروب يلا نمشي هو تابع لمبادره اسمها مبادره فاعل خير. هاي الجروب هو ارتقينا احنا مجموعه من الشباب انه يكون في عندنا جروب نتواصل من خلاله مع شريحه كبيره من محبي رياضه المشي لنشجع رياضه المشي في الاردن او في الاردن بشكل عام وعمان بشكل خاص، لانه هاي لها اهداف كثير، يعني الجروب له اهداف شتى، صحيه نفسيه اجتماعيه، تعزيز روح ثقافه العمل التطوعي من خلال هذا الجروب، ترسيخ مبدا محبي المشي انه الناس تحب المشي، تحريك بدل الكسل والخمول للحركه والنشاط. هي فكره كانت عباره عن فكره زي ما حكيت لك مجموعه من الشباب، ارتقينا انه يكون في تواصل بيناتنا انه نعمل نشاط من خلاله نعرف الناس شو هو رياضه المشي، شو فوائدها، شو عم بتعمل. شغله ثانيه، المحور الثاني من الهدف لهذا الجروب اللي هو انه نشوف عمان. شو يعني نشوف عمان؟ يعني احنا يلا نمشي ونشوف عمان، يعني بعض مرات احنا بنطلع مثلا اماكن ما بنعرف ايش هي الاماكن اللي بنروح عليها، بس لما بنمشيها مش على الجرين ماشي، بنروح على مكان معين عم نحفظه وبنروح عليه، لو رجعنا عليه مره ثانيه بصير في عندنا ذاكره لهالمكان، انه بتسترجعنا انه والله انا مره مشيت هون او مرتين مشيت هون. هدفنا ان شاء الله انه نكون من عمان، ورايحين ننطلق من خلال مسير راح يتخلى لبعض محافظات يكون هذا النشاط، وانه نقدر نرسخ هذه الرياضه في مختلف محافظات المملكه. احنا دائما قاعدين في مكاتب وما في حركه، الجروب مع بعض نتشجع، انا لما اطلع امشي لحالي بكسل، اما مع الجروب مع بعضينا عم بتشجع، حتى يعني لما اكسل الشباب بيساعدوني ويلا قومي اتحركي، فكتير مشجعيني اني اضلني بمشي معهم، حتى لما اكون متضايقه كثير بضيع كل الطاقه السلبيه اللي بتكون معي. اضافه للمبادره الرياضيه والصحيه لجروب يلا نمشي، احنا في عندنا طابع اجتماعي، احنا بنساهم في زيادة التفاعل الإيجابي بيننا وبين مدينة عمان، هاي المدينة الجميلة بأهلها بناسها بوجود سيد البلاد على رأسها. احنا جروبنا بيمثل مختلف شرائح المجتمع الأردني، عندنا موظفين، عندنا طلاب جامعات، عندنا أساتذة جامعات، فبنساهم في نوع من التفاعل، بنساهم في انه احنا نحب عمان بزيادة ونقدم إشي لهذا البلد، ونكون احنا بداية مشوارنا الطويل نمشي بخطوة، مشان هيك اجى جروب يلا نمشي. هلا انا بالاساس اساس الفكره انه الجاذرينج تجمع مع بعض نتعرف على بعض، كمان انا بهمني انه ابعد عن الاتموسفير اللي انخلق بهاليومين اللي هو الايباد والبلاي ستيشن والتعلق الكامل بالاطفال فيها، بدل ما اقولهم لا بطلوا او ما تعملوش او ما تقعدوش عليهم، ففكرت اعمل لهم انذر اكتيفيتي. لما سيد خليل تفضل مشكور انه يفكر بهذا الجروب والطلعه والجاذرينج هذه، قلت يلا هذه نفكر فيها انه نشجع رياضه المشي ورياضه الحركه، ومن السايكلينج ومن انذر اكتيفيتي كمان، فلقيت الاولاد تشجعوا ولقينا يعني افكار ثانيه كثير وتعرفوا على ناس، وصرنا نحب كل فترة نيجي نعملها معاهم. مع حملة يلا نمشي كنا مبسوطين وسعيدين، حابين تحكينا عن شعورك أكثر بهاي الحملة؟ والله يعني هاي الحملة أنا شايفها فرصة للشباب، ويعني أنا بحكي على الشباب مش يعني إنه والله 20 سنة أو 30 سنة، لحد 60 سنة 70 سنة، فرصة الإنسان يشارك ويعمل إشي، أول إشي يخفف ستريس، يعني بشكل كثير كثير بتخفف ستريس على حالك، يعني من أهم الأشياء اللي بتخليك واحدة تخفف ستريس، والشيء الثاني صحة، يعني المشي ما فيش عليه ريستريكشنز، كل واحد بيقدر يمشي. حبيبي كيفك؟ منيح. كيف مبسوط بالمشي؟ اه. أنت قائد مجموعة؟ اه. طيب احكي لنا أكثر عن هالمشية. مشيت منيح وما بعرف يعني كم كيلو، بس برضه بحب أمشي، والتاسع
تاسع مرة أمشي. كنا شعورك وانت بين أهلك وناسك وتمشي معهم تمارس الرياضة؟ والله من وصلت الأردن تقريبا سنة وثلاثة أشهر، صراحة حاس كأني في بلدي فعلا. والشباب في المبادرة قايمين بالواجب وأكثر، لثالث مرة هذه أكون معهم مشارك، يعطيهم ألف عافية وبرضه مشكورين.